طيب بالنسبة لمن يطلق، مش هقول هذه الفتاوى ولكن هذه السموم، لأن هذه بعيدة عن الإفتاء يعني، ولكن من يطلق هذه السموم كيف يكون التصرف معه، خاصة أن منهم أناس معروفون وربما يستندوا إلى بعض الأمور أو المعلومات أو الأحاديث لا نعلم مدى صحتها، كيف يكون التصرف فضيلة الإمام معهم؟ التصرف إن إحنا هنفضل نقول ونعيد ونزيد لغاية ما ربنا يرفع هذا البلاء عننا. التصرف إن إحنا نعلمهم ييجوا أهلا وسهلا ويشوفوا إيه اللي، لأنهم ييجوا إيه يأخذوا الحديث من سياقاتي. سياقات الحديث دوائر كده متصلة بعضها أكبر من بعض، فياخدوا الحديث زي بالظبط فويله للمصلين بالظبط وما يكملش الآية، ولا تقربوا الصلاة وما يكملش الآية، في دايرة قريبة ودايرة أبعد منها ودايرة أبعد منها، ما بياخدش بأي حاجة وبياخد بالنص اللي قدامه الذي اجتزأه فحطمه وأخرجه من سياقه وسباقه، فهما بيعملوا كده، ولذلك أهلا وسهلا بهم علشان نناقشهم. مين اللي قال الكلام ده؟ ابن فلان وابن علان وابن تركان من المعاصرين كمان. بقول لحضرتك الفاطميين احتفلوا بعيد الميلاد. فالحقيقة انه احنا معانا نصوص كثيرة جدا، مش بس الآية دي، ده لا، آيات كثيرة وأحاديث كثيرة فيها ان النبي عليه السلام جاء مبلغا وجاء رحمة ومات ودرعه مرهونة عند يهودي على شوية غلة علشان يأكلوا كذا إلى آخره. يعني الحياة الاجتماعية لها قواعد ليس فيها الجدل الديني، الجدل الديني بين علماء الأديان حتى يصلوا فيه إلى مباحث، الجدل الديني مارسه المسلمون في الأندلس مع يهود، يهود الأندلس كان يحب المسلمين ويجلسوا يعملوا سمنارات عشان يوصلوا إلى إيه؟ إلى اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. تخيل كل ده حصل في الأندلس، كل ده حصل في صقلية، كل في جدل حصل في القرن الرابع الهجري والقرن السابع الهجري ما بين المسلمين وبين أهل الأديان، وحصل جدل بيننا وبين الهندوس نتج منه أديان، حتى هذا الجدل يعني نتج منه أديان، جلال الدين عمل دين والسيخ دول ما همش هم أصلا مسلمون ولكنهم خرجوا عن الإسلام، ولكن بعد مقارنات ومقاربات حدثت في هذا المجال. عايزين نقول إنه ماذا نفعل في هؤلاء الناس؟ أنا أرى أنهم لا يشغلون في عن 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 ممارسة حياتنا الاجتماعية، لا وأننا نتجاوزه، أنا رأيي كده، لكن لمن أراد أن يقيم عليهم الحجة، الحجة ظاهرة وبينة وموجودة. أكيد دار الإفتاء لها كلام طويل زي ما نقلنا أمس وإحنا أو أول أمس وإحنا بنتكلم على سيدنا النبي ومولد سيدنا النبي عن الشيخ عطية صقر رحمه الله شيخنا ورئيس لجنة الفتوى، كذلك دار الإفتاء عملت فتوى ترد على كل جزئية وردت في هذا الهراء اللي هو بيعمله المتنطعون الأبراص. طيب في بعض الطيارات بتنادي بضرورة وجود قانون أو تشريع بيجرم هذه الدعاوى التي تطالب أو تدعو إلى منع المعايدة، المعايدة على المسيحيين في هتخرج من الظاهر إلى الخفاء. يعني حتى لو عملنا كده مش هيحصل حاجه، مش بقول حد هيقدر حد يعني ان هو يعيد يعني ولا ما يعيدش، ده حاجه بس فكره اللي يقول ما تعيدوش، يعني هو عايزين يقول اي حد يقول ده يعني يخرج براي شاذ في هذا الامر يكون هناك تجريم. انا لا لست مع تجريم الاشياء المتصله بما يعتقدوه الناس معتقدا، يعني ها هم فاكرين كده، فما اقدرش اعمل الحكايه دي، لانه عندنا مثل في الصعيد يقول لك ايه، المداريه تكسر المحرات،
المدارية تكسر المحراث. ايه المدارية دي؟ الحجر المدارية اللي تحت كده تكسر نصل المحراث. طب لما يكون الحجر دي على سطح الارض، لا الفلاح وهو سايق المحراث هيتفاداه. مظبوط. في المدارية بتكسر المحراث، السر والتنظيمات واللي تحت الارض وحش، فانا ما اعملش قانون وهيئ وأبرر لهؤلاء إن هم ينزلوا تحت الأرض، أنا عايزهم فوق الأرض كده ونقعد إيه نجادلهم ونعملهم لغاية ما يتصفوا. صحيح.